عقدت لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في النخير اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في النخير، وذلك عن طريق الاجتماع عن بعد. وخلال الاجتماع أشاد الأعضاء بالاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مثمنين الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وما يقوم به فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يعمل بكل جد لاحتواء ومنع انتشار وباء كورونا كوفيد-19 في المملكة عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيدين بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بإطلاق حملة في النخير ودعم سموه الكبير لهذه الحملة. هذا واستعرض الأعضاء خلال الاجتماع أهداف الحملة الوطنية في النخير والمهام المناطة باللجنة والجهات المستفيدة من عملها وآلية العمل المشترك بين جميع الجهات المشتركة من أجل تحقيق الأهداف السامية التي انطلقت الحملة من أجلها، كما تم استعراض ما تم تنفيذه من المهام وأهم الاحتياجات الواجب توفيرها للفئات والجهات المستفيدة. الاجتماع كان جدا مثمر، حيث عرضت على السادة الأعضاء أهداف البرنامج ومقترحاتنا بتقسيم المساعدات بطريقة يعني مفيدة للمجتمع البحريني، وناقشنا النقاط مع التركيز على الحصول على مرئيات واقتراحات المشاركين لكي ندرسها ونطلع بخطط استراتيجية مكملة للإجراءات السريعة اللي قمنا بها.